السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احوال جيده يا ربي. كنتمنى نحضر لكم ورقه ديال البسطيله اللي غتولي معتمده عندكم، وخصوصا بحال هذه المناسبات ديال شهر رمضان كيكون عليها بزاف ديال الاقبال، اللي صراحه كتجي زوينه وناجحه وغادا تكون يعني تنجح لكم من المره الاولى وما كتقطعش، يعني كتصبر. وكنرحب كاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عندهم جداد، كنقول لكم ما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وغادي ندوز دابا باش نحضر هاد الورقة هادي اللي ما فيهاش بزاف ديال المكونات، يعني المكونات اللي هي بسيطة ومتواجدة في كل بيت وبدون نشا. يعني هاد الوصف هاد الورقة هادي باش ما تقطعش لكم، حنا حيدنا النشا. وهذا هما المكونات ديال العجين. عندي زلافة ديال الدقيق الأبيض والقليل من الملح والماء يكون بارد هكا، اللي غادي نجمع به العجين حتى تكون عندي متماسكة. والعجينة ما خصهاش تكون يعني طرية ولا خصها تبقى قاصحة، يعني شادة في راسها. ومن بعد ما عجنت العجين ودلكتها مزيان، قطعتها كويرات صغيرة بزاف يعني على حسب الحجم ديال الكسكاس اللي عندكم. وعندي الفينو والزيت اللي غادي نستعمل في هاد التوريق ديال هاد الكويرات. غادي ندير 4 ديال الكويرات ديال العجين، يعني غادي نجمعهم مع بعض. كنسرح الورقة الأولى وكندهنها بالزيت وكنرش عليها دقيق الفينو، وكنحط فوق منها الورقة الثانية وكنرشها بالزيت كما كتلاحظوا. وهذا نرش عليها الفينو يعني الكافي اللي غدا نثبت به الورقة الأخرى كما كتلاحظوا. وكنزيد شوية ديال الزيت وكنحط الكرة أو الورقة الثالثة، وحتى هي بنفس الطريقة كنسرحها وكنرش بالزيت وكندير الفينو او دقيق الفينو. انا ما استعملتش نشا، كاين اللي كيستعمل نشا، من الفينو صراحه مني جربتها طريقه زوينه وناجحه، وكما قلت لكم من اول استعمال غادي تنجح لكم الورقه. وهنا حطيت الورقه الرابعه والاخيره، هذه ما كنرشوش فوق من الفينو يعني غير هكا وكنبسطوها. يمكن لكم تستعملوا المدلك او لا تستعملوا غير يديكم، غير ترقوها يعني باش ما تبقاش هكا غليظه، ماشي ترقوها فوق القياس حتى تولي العجينه غتقطع، لا، انما تبقى شاده الحجم ديالها وفي نفس الوقت ماشي غليظه وماشي رقيقه بزاف. حيت ما تنسوش بلي راه كاينين 4 ديال الورقات. وفي هاد الاثناء راني درت الكسكاس على النار او شعلت يعني البرمه، درت فيها شويه ديال الماء ودرتها كتغلي. وغادي نبقى نوضع الورقه في الكسكاس بهذا الشكل. ودابا غادي ندوز الطريقه الثانيه عاوتاني بنفس الشيء. درت الكره الاولى ورشيتها بشويه ديال الزيت ودقيق الفينو، ودرت الورقه الثانيه هي دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت عليها دقيق الفينو، وكذلك الورقة الثالثة نفس الطريقة، رشيت عليها شوية ديال الزيت ودقيق الفينو والورقة الرابعة. ومن بعد كنديرها في كسكاس. ودابا كما كتلاحظوا حاولت نقرب لكم الصورة يعني قدر الإمكان باش تشوفوا. درت الورقة الأولى غير بيدي، يمكن لكم تستعملوا المدلك كما قلت لكم، أنا حاولت نديرها غير بيدي لأن العجينة خليتها ارتاحت شي شوية ولات مطيعة يعني فاش كنسرحها، يعني ما محتاجاش المدلك. وراني استعملت المدلك في الاول ومن بعد حيدته. ودرت الورقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، كنفرق بيناتهم يعني بالزيت ودقيق الفينو، وكنسرحها بهذا الشكل مزيان حتى كتمدد. ويمكن لكم الجوانب ما تخافوش، يعني يمكن لكم تقادوهم بالسكين او لا تجيبوا الكسكاس وتعبروا على الحجم ديالو وتقطعوا يعني الزوائد اللي كيكونوا شايطين. انا قديتهم بالسكين
وهنا كما كتلاحظوا راني حاطاها في الكسكاس، يعني كتشوفوا في الوراق يعني محلولين، ما كاينش ديك، ما كيلصقوش على بعضياتهم، ماشي بحال ديال الورقة ديال مايزينا، راها كتكون ما كتحلش بسرعة. وهذه هي الطريقة الناجحة، وأكيد غادي تصدق لكم، كما قلت لكم من أول استعمال غادي تنجح لكم إن شاء الله. وهنا كنحل في الوراق قدامكم، يعني كما كتلاحظوا كندير بالربعة بالربعة، وكنحلها يعني كتحل بسرعة، يعني ما كاين حتى شي مشكل. كما كتلاحظوا الوراق ما كيلصقوش على بعضياتهم، ماشي بحال ديال مايزينا او ديال النشا اللي كتلقاي صعوبة باش كتفتحيها. هنا كما كتلاحظوا الورقة راها شفافة، وإلا بغيتو نتوما تزيدوا ترقوها اكثر يمكن لكم، انا درتها هكا هذا الشكل، هذا كيجيني زوين، ويعني يمكن لكم تستعملوها في بريوات او في بسطيلة كتجي مزيانة. والورقة يعني ماشي من النوع اللي الا ما غطيتيهاش بسرعة بالزربة كتقشر بحال ديال النشا، اللي يعني الا ما غطيتيهاش يعني كنلقاو صعوبة باش كنخدمو بيها، ضروري خاصك تغطيها بسرعة والا يعني كتنشف. هذا مشكل اللي كيلقاو بزاف ديال السيدات، وانا وحدة منهم، يعني الورقة ديال النشا راها السيدة ملي كتكون خدامة بيها كتعاني، وإلا كنتو حتى نتوما يعني كتعذبكم في الخدمة ديالها كتبوا لي في لي كومونتير. كنخدمو بيها ولكن كتهرس، هذا هو المشكل ديالها. وأما هاد الورقة هادي ما شاء الله كما كتلاحظوا جات ناجحة، وغادا تنجح لكم من أول استعمال، وأنا متأكدة، غير تبعوا الطريقة كما هي. هنا قديت الوريقات في التبصيل باش نوريهم لكم، ويمكن لكم يعني ديرهم بحال الشكل ديال البسطيله اللي كتباع، كتحطوا الوريقات ديال البسطيله كتسرحهم فوق الورق ديال الزبده او الورق ديال يعني اللي كنستعملوا المطبخ، وكتلويوها وديروها في البلاستيك الغذائي وتدخلوها الثلاجه تحتفظوا بيها، وفين ما تحتاجوها تجبدوها تستعملوها. صراحة كتجي زوينة وناجحة 100%، ويمكن لكم تستعملوها في بزاف ديال الأشياء، يعني ماشي غير بريوات أو البسطيلة، كتجي الورقة ديالها بحال الشكل ديال التريد، ولكن هي كتجي شفافة وكتجي أحسن. والفكرة ديال الكسكاس اللي هي فكرة ممتازة وناجحة 100%. وهنا البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو، والبنات اللي مازال ما اشتركوش في القناة كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الزر الاحمر الاشتراك.